طيب ازاي بتتم عمليه الاستصلاح؟ بص، عمليه الاصلاح الاول ان انا بنزل ابتدي استطلع الاراضي الصالحه والقابله للزراعه. فمن هنا بتنزل فرق البحثيه من المراكز البحثيه، سواء كان مركز بحوث زراعيه معهد الاراضي، مركز بحوث الصحراء، الجامعات بالاشتراك، فيبتدوا يشوفوا الارض القابله للاستصلاح. بس عشان اشوف ارض قابله للاستصلاح لازم ادور على الايه؟ على الميه. الميه هي الاساس والعنصر المحدد لعمليه الاستصلاح. تمام. فانا لازم ادبر الموارد المائيه، فانا ما اقدرش اعمل مشروع يبقى عندي ارض صالحه للزراعه لكن ما فيش ميه، يبقى مش هقدر اعمل اي حاجه. فهنا لازم ابحث عن الموارد المائيه. ومن هنا دخلنا في موضوع كبير جدا اللي هي خطه الدوله لاعاده استخدام الموارد وتعظيم الموارد المائيه. وده كان احد البرامج اللي ركز عليها سياده الرئيس، واعتقد احنا شفنا المرحله اللي فاتت. فكان عندنا محاور اشتغلت فيها الدوله المصريه في الثمان سنين دول، ان انت تعيد نمره واحد، تبتدي تشوف موارد جديده عشان تقدر تعمل مشروعات استصلاح. نمره اتنين، تعظم الموارد المتاحه، يعني تبحث عن موارد جديده. نمره اتنين، تعظم الموارد، تعيد استخدام الموارد، الميه اللي كانت كنا بنرميها في البحر. احنا كان عندنا يعني النهارده بقى عندنا محطات كبيره زي محطه بحر البقر، عندنا محطه السرابيوم، عندنا محطه اللي هي محطه العلمين الجديده، دول لوحدهم بيدوروا ب 5 مليار متر مكعب ميه كانوا بيترموا. انا النهارده بنتكلم في التارجت بتاع مشروع ال 20 مليون فدان. مصر محتاجه ال 4 مليون فدان، محتاجين قد ايه دول ميه؟ محتاجين 20 مليار متر مكعب ميه. انا الموارد المائيه بتاعتي اصلا موارد محدوده، انا كل مواردي من النيل 55.5 مليار متر مكعب. ال 55 مليار الزراعه عايزه 80%، ميه الشرب عايزه من 10 ل 11 مليار منهم فريش ووتر، الصناعه عايزه 6 مليار متر مكعب. فطبعا دولت، وعندي فيه حوالي 2 مليون بخر وفقد وكلام من. فانت النهارده الزراعه بتاخد 80% من هذه الموارد، فازاي بقى تعظمي الزراعه وتستصلحي بهذه الميه القليله؟ فكان عندنا خطط قامت بها الدوله المصريه. الخطه الاولانيه هي نمره واحد، مشروع القومي لتطوير وتحديث الري. نمره اثنين، ترشيد الري. دور قامت به وزاره الزراعه وبيوجه به سياده معالي الوزير اللي هو تربيه الاصناف القابله لتحمل الجفاف، العمر القصير، استخدام ممارسات زراعيه، زراعه على مصاطب، كل هذا الكلام ده. فانا الهدف في مشروع بقى تطوير الري بقى، كل الكلام ده بيشتغل مع بعضه عشان اقدر ادبر حوالي من 7 ل 8 مليار متر مكعب من خلال ترشيد استخدام مياه الري في الزراعه. فبرفع كفاءه الري اللي هو بالغمر من 50% من خلال نظم الري الحديثه.